النقطة الأخرى هو موقف الخارجية العراقية إذا أي حدث يتعلق ويطال السيادة العراقية، وفي كل موقعة كان للخارجية العراقية موقف، آخرها ما كان من القصف الإيراني إلى عدد من المناطق بإقليم كردستان العراق، وهي 4 مواقع، وعلى طول الشريط الحدودي الممتد بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه في الحقيقة الضربات الأخيرة بدأت بالقصف المدفعي الموجه، ثم انتهت توسطت بالصواريخ الموجهة، وبعد ذلك الطائرات المسيرة التي تحمل مواد متفجرة. الخارجية العراقية أدانت وبأشد العبارات ببيان صدر عنها هذه العمليات، وقالت أنها سترتكن إلى إجراءات غير تقليدية في هذا السياق، ودعت الجانب الإيراني إلى التزام مبادئ حسن الجوار والتنسيق مع الحكومة العراقية الاتحادية في كل ما من شأنه أن يشكل تحديا أمنيا بين الجانبين، وليس حلا الارتكان إلى أي عمل استفزازي عدائي أحادي الجانب يتصوره الجانب الإيراني أنه مهدد لأمنه القومي. ماذا ردت إيران؟ نعم. إيران حتى لم تعتذر، بل إيران قالت أننا كنا قد حذرنا ونبهنا وأبلغنا الحكومة العراقية. هل حقيقة هذا الذي يقول به الإيرانيون؟ عملية التحذير والتعبير عن المخاوف والقلق لأي طرف من الأطراف إزاء موضوعة أو عدة موضوعات، حينما يتم التعبير بالقلق والمخاوف إلى الحكومة العراقية، هذا لا يعطي مبررا في أن يقوم الجانب الإيراني باستهداف سيادة العراق وأن يطال مواطنيه بالمزيد من الخطر وإلحاق الرعب والأذى وإيقاع الشهداء والجرحى وتخريب البنى التحتية في أي نقطة من العراق، فضلا عن العمليات التي طالت إقليم كردستان العراقي في الشمال. هذه التبريرات التي يرتكن إليها الجانب الإيراني هي ذرائعية ممنهجة تتكرر في كل مرة، ويأتي رد الخارجية العراقية أن ما تقومون به عمل استفزازي عدائي أحادي الجانب مدان وبأشد العبارات، يسيء إلى مبادئ حسن الجوار ولا يأتي على جهود مكافحة الإرهاب بخير، وكان الأجدر أن يصار إلى تنسيق مع الحكومة الاتحادية ببغداد وليس الارتكان إلى عمليات انفرادية. إذن هناك تصور عند الجانب الإيراني بما يبرره هو بأنه هناك تهديد للأمن القومي الإيراني، وبموجب ذلك عليه أن يبادر. ليس ذلك صحيحا أبدا، فالإساءة إلى سيادة العراق وأمن مواطنيه وتخريب البنى التحتية وتكرار هذه العمليات سيضع مسير العلاقة في أفق في الحقيقة فيه تحد وفيه المزيد من الصعوبات والتعقيدات المستقبلية، سيما وأن هناك أفق في العلاقة يمتد إلى جذور وإلى تاريخ وإلى تفاعلات في مختلف الصعد والمجالات، وفي استحقاق كل هذه التفاعلات أن تكون هناك تنسيقات عالية المستوى بين الجانبين. طيب بمجهود ونفيت بصفتي متحدث للخارجية العراقية في أكثر من مرة أن ما يقوم به الجانب الإيراني لا يتوافر على أي تنسيق مع الحكومة الاتحادية ببغداد، وهناك مبادئ مقررة في هذا الباب ارتكنت الخارجية إلى اعتمادها.